من المسائل التي يطرحها هنا السيد الطباطبائي، يقول أن الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا جزء في قصة الإنسان، أن الله خلق هذا الإنسان سنخ موجود له علاقة بكل عالم الإمكان، لا يوجد شيء إلا وهو له نحو علاقة ماذا؟ الإنسان. وأهم هذه العلائق وأنحاء العلائق أن الله سبحانه كلما خلقه في عالمنا سخره للإنسان، سخره للإنسان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، كل ما في السماوات والأرض كل شيء سخر ماذا؟ لأجل هذا الإنسان. وهذا هو مضمون الحديث الذي تقرؤونه، أن كل شيء خلق لأجل الإنسان، وخلق الإنسان ماذا؟ لأجل الله سبحانه وتعالى، كل شيء في خدمة الإنسان. من أقول كل شيء في خدمة الإنسان، ليجرح بالك إلى ذهنك فقط ماء أرض سماء طعام نبات حيوان، لا لا لا، حتى الملائكة، حتى الملائكة. وهذا إذا وفقنا نقف عنده في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هناك سيتضح له بأنه حتى الملائكة فهي خاضعة لمقام الإنسانية، أساسا ساجدة له، أساسا خلق الله في خدمة الإنسان ولأجل الإنسان أيضا، ولكن خلق الإنسان لأجل ماله هو، لأجل الله سبحانه وتعالى، حتى يصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو المقام الذي أراده الله من الإنسان. وهذا هو الذي تشير إليه الآيات كما يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا هذه فقط الآية إثبات شيء لا ينفي ما عدا، آيات أخرى تثبت حقيقة أكثر من ذلك، ما في السماوات وما في الأرض، مو فقط قضية ما في الأرض، بل ما في السماوات وما في الأرض، بل أكثر من السماوات والأرض، حتى الملائكة فهي لأجل ماذا؟ لأجل الإنسان، لأجل خدمة الإنسان، ولأجل أن يصل الإنسان إلى المقام الذي من أجله خلق، إلى الهدف وإلى الكمال الذي من أجله خلق. طبعا ليتبادر إلى ذهن الإخوة بأنه عندما نقول أن كل شيء لأجل الإنسان يعني امتياز، لا لا لا، مو بالضرورة امتياز، قد يكون امتيازا ولكن هذا الامتياز يولد ماذا؟ مسؤولية. التفت جيدا، عندما نقول كل شيء لأجل الإنسان هذا مو بمعنى أنه إذا أعطى امتياز للإنسان وهذا الامتياز حرم الآخرين منه، لا لا، هذا الامتياز يرتب عليه ماذا؟ مسؤولية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ماذا؟ وحملها الإنسان. إذن هناك في قبال هذا الامتياز العظيم الذي سخره له كل شيء، في قبال الامتياز ماذا أقول؟ أمانة، تحمل مسؤولية. هذا أقوله هنا حتى إن شاء الله إذا وفقنا في بحث الإمامة، الإخوة اللي يحضرون عندنا درس بحث الإمامة يتضح أنه عندما نقول أن كل شيء لأجل الأئمة معناه ليتبادر إلى ذهن البعض أنه بنحو الهدية، بنحو الامتياز، لا 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 أبدا، حتى يقول البعض أنه ليس لها معنى معقول، لا، مراد أن كل شيء لأجل الأئمة يعني أنه من قبيل ما نقوله كل شيء لأجل ماذا؟ لأجل الإنسان. ماذا تفهم منها؟ كل شيء لأجل الإنسان امتياز، في قبالها مسؤولية ماذا؟ عظيمة. كذلك كل شيء لأجل الإمام امتياز، ولكن في قبالها مسؤولية عظيمة. يعني شنو؟ يعني أنا إنما خلقت السماوات والأرض جميعا أريد الثمرة. ما هي الثمرة؟ ما هو الثمرة؟ الإنسان. أنت تقول أنا كل هذا التعب الذي تعبته على هذه الشجرة، سقيتها ماء، هيأت لها نورا، رعيتها في سنوات طويلة، عندك غرض لو ما عندك غرض؟ ما هو غرضك من هذه الشجرة؟ أن تصل هذه الشجرة إلى أن تثمر لك ثمرة. فلو قلت كل شيء لأجل التفاح، كلامك فيه مبالغة ولا توجد فيه مبالغة؟ لا توجد، لأن كل هذه المقدمات كانت هناك ثمرة تريد الحصول عليها. الله يقول كل ما في عالم الإمكان أريد منه ثمرة. ما هي الثمرة؟
هي الإنسان، ولكن لا الإنسان بما هو إنسان، هذا الإنسان الذي يصل ماذا إليه. فثمرته عالم الإمكان هو وجود الإنسان الكامل، فنسبة الإنسان الكامل إلى عالم الإمكان كنسبة الثمرة ماذا إلى الشجرة. بحثه إن شاء الله في الإنسان الكامل لعلنا نوفق ونشير إليه. هذا بحثه، فلهذا